من الميكروبات انواع الميكروبات اللي تسبب انفكشن اصابه لجسم الانسان. نعم اذا تعتبر كنظام حمايه للجسم. لكن نزلتها انا محاضره طلاب، انا محاضره نزلتها الصبح على الموقع تمام، وان شاء الله من اكملها ان شاء الله في المحاضرات القادمه ايضا من اكملها ان شاء الله مأددها. نعم طبعا كيف تتكون؟ اي تتكون موقع تكوين اليوكوسايت. طبعا لها موقع يا طلاب، اللي الموقع الاول في بون مارو مثل ما شرحت لكم بالنسبه للمحاضره الثانيه، قلت لكم بانه الستيم سيل الخلايا الجذعيه الموجوده في نقي العضو. هذه الخلايا مره تقوم بانتاج الار بي سي، مره تقوم بانتاج الليوكوسايت، مره تقوم بانتاج البليتلت. فهنا الخلايا اللي تنتجها الستيم سيل الموجوده بالبون مارو هي الجرانيولوسايت، خلايا الحبيبيه، والمونوسايت، وقليل من الليمفوسايت اللي ذكرتها. ان شاء الله ساذكرها بمخطط حتى يكون اوضح تمام. هناك موقع اخر لانتاج الليوكوسايت اللي هي الليمف تشو، النسيج اللمفاوي، النسيج اللمفاوي اللي ينتج الليمفوسايت والبلازما سيل، ينتج انواع من الليمفوسايت تمام وبلازما سيل. البلازما سيل طبعا هذه ايضا بالالتهاب في حاله الانفكشن الاصابه، هنا البلازما سيل سوف تتميز الى البي سيل وتقوم باداء وظيفتها بانتاج انتي بودي تمام. نعم بينما بالنسبه للانسجه نسيج الليمفوسايت مثل من انتي هو الانسجه بالجسم مثل السبلين، الطحال، الغدد اللمفاوية الليمف جلاند، وكذلك وجود باير باتش تسمى لطخ باير موجودة في بطانة الجات بطانة الأبعاء تمام. هذا بالنسبة إلى مواقع إنتاج اليوكوسايت والخلايا اللي تتكون كل مكان. بس ناخذ العدد الرينج النشره الطبيعي لليوكوسايت اللي هو من 5000 الى 10000 خليه بالنسبه للدم. مثلا ناخذ مسحه بالدم نلاحظ من 5000 الى 10000 هذا الرينج الطبيعي، يعني في حال انخفاضها عن ال 5000 فهنا بسبب حصول خلل بسبب مرض ام في حاله زيادتها عن 10000. في حالة ان انخفاضها عن 5000 هنا المرض يسمى ليوكوبينيا اللي هو نقص الخلايا البيض. ليوكوبينيا اللي هو نقص الخلايا البيض ليكون اقل من 5000. ايضا الرج يفيدنا بالمختبرات لتشخيص المرض تمام. واذا كان اكثر من 10000 خلية ليوكوسايت فهي معناتها بأنه هناك حصول infection إصابة أو inflammation التهاب في injury جرح في جسم الإنسان، فسبب إلى تحفيز المواقع إنتاج الليوكوسايت على إنتاج خلايا متزايد اللي دخلت الجرح وسببت infection إصابة تمام. اما بالنسبه لنسبتها بالنسبه للار بي سي طبعا تكون اقل في الحاله الطبيعيه، تكون اقل من الار بي سي بنسبه 700 الى 1. نعم هنا نلاحظ اشكال الوايت بلاد سيل خلايا الدم البيضاء النتروفيل كل شكلها هكذا، وعد الانيه طبعا ووجود الحبيبات وعدم وجود الحبيبات وشكل الانويه. نلاحظ هنا بعدد الانويه تكون مختلفه واشكالها تكون مختلفه، وكذلك بالنسبه للمونوسايت والليمفوسايت ايضا اشكالها تكون
مختلفة. طبعاً أيضاً يفيدنا هذا عندما إن شاء الله بالمختبر نشتغل عملي، إن شاء الله شوفوا هذا بصورة عملية، عدد الأنوية ووجود الحبيبات وعدم وجودها وحجم الخلية. فهذا راح تتعرفون على إن شاء الله على أنواع الخلايا البيضاء. نعم. الخلية طبعاً إحنا قلنا الوايت بلاد سيلز تنقسم إلى كاسايت اللي تمثل الميتروفيل إيزينوفيل والبيزوفيل الخلايا الحبيبية، وأجرانيولاسايت الخلايا الغير حبيبية اللي تشمل المونوسايت والليمفوسايت. تمام. الليمفوسايت اللمفاوية اللي تشمل التي سيل والبي سيل ومجرى كاسيل الخلايا القاتلة الطبيعية. هنا يكون عدد الأنوية من 2 إلى 5 أنوية في الميتروفيل، هنا في الإيزينوفيل يكون 2، هنا في البيزوفيل يكون شكلها كالأس شكل الأس، هنا المونوسايت يكون كلوي شكل بالنسبة للنواة، وهنا كروي تمام أو دائري الشكل. نعم. هنا نأخذ نسب الطلاب نسبة طبيعية للميتروفيل بين الخلايا أنواع الخلايا الوايت بلاد سيل. كل خلية لها نسبة ثابتة في الدم في الحالة الطبيعية. تمام. بالنسبة للنيتروفيل نسبتها 62%، والإيزينوفيل نسبتها 2.3%، والبيزوفيل نسبتها 4.1%، وكذلك المونوسايت 5.3%، والنمفوسايت 30%. نلاحظ هنا النسب، ركزوا الطلاب بالنسبة للنسب. نلاحظ هنا بالنسبة للنيتروفيل نلاحظ نسبتها أكثر من بقية الخلايا. تمام. لماذا تكون هنا نسبتها أكثر؟ طبعا لأنها تعتبر الخط الدفاع الأول لحدوث أي انفكشن أصابة أو انفلاميشن التهاب في جسم الإنسان، تعتبر هي الخط الدفاع الأول. يعني أول ما تتصدى أي أول خلية تتصدى للباثوجي اللي سبب إصابة إنفكشن للإنسان اللي هي النيتروفيل. تمام. فتكون هنا نسبتها جدا أعلى من بقية الخلايا. طبعا النيتروفيل هي تتصدى لإصابات البكتيريا الفجال، إصابات البكتيرية والفطرية. تمام. عند إصابة الجلد، جلد الإسكن، جلد الأجسام بهذه الميكروبات. أما بالنسبة للإيزينوفيل تكون خط الدفاع الأول لماذا؟ بالباراسايت إنفكشن، الإصابة بالباراسايت، الإصابة بالطفيليات. تمام. لكن في حالة الإصابة بالبكتيريا والفجاي هنا لا، تكون إصابتها تكون نسبتها طبيعية 2.3، لكن في حالة الإصابة بالباراسايت هنا تزداد نسبتها. هنا يجب أن طبعا وجود وثائق التهابية تعطي مؤشر للبون مورو والليف تيشيو على إنتاج، عفوا فقط للبون مورو على إنتاج الإيزينوفيل بنسب أكثر من الطبيعي. لماذا؟ بسبب وجود إصابة طفيلية في الجسم. أما الخلية البيزوفيل، طبعاً هذه الخلية دائماً تتصدى للألرجيك رياكشن، تفاعلات الحساسية، يعني اللي يعني تشارك النيتروفيل، يعني عند إصابة بكتيرية هنا تقوم بعملية توسيع، تفرز مادة الهستامين، تقوم بتهيج الحساسية في منطقة الإصابة، وتقوم بتوسيع الأوعية الدموية البازوليشن، توسيع الأوعية الدموية اللي قريبة من موضع الإصابة حتى يتم تجميع أكبر عدد هائل من الـ RBC في تلك المنطقة، وبالتالي يتم القضاء على البكتيريا بصورة مبسطة، بصورة سريعة. تمام. فهذه فائدة البيزوفيل. طبعا كذلك الإيزينوفيل ايضا لها فائده اخرى
هي تنتج بنزين مضاد للهستامين في حالة التهيج الكثير إذا حصل بالنسيج، يعني إذا انتشر هذا التهيج إلى الأنسجة القليلة من موقع الأصابة. فهنا مباشرة تقوم الإزينوفيل بإنتاج الهستامينيز، إنزيم يرتبط بالهستامين لتعطيل عمله، تمام؟ حتى تكون الالرجيك رياكشن فقط في موضع الانفكشن، في موضع الاصابه. نعم ان شاء الله هسه اشرحها تفصيل، تمام؟ هنا توجد في تفاعلات الخلوية تسمى استجابة خلوية، يعني هنا تكون بعد النتوفل بعد يوم أو ثلاثة أيام تأتي المونوسايت، تأتي المونوسايت وتقضي نظف مثل ما نظف المنطقة من أي خلايا محطمة، خلايا الجسم، خلايا الجلد المحطمة، أو بكتيريا ميتة أو نتوفل ميتة، تمام؟ أو أي بكتيريا وإن كانت حية، وأي بكتيريا حية تقوم ببلعمة كل هذه الأشياء وتنظف المنطقة وبالتالي يتم التئام الجرح. نعم، كذلك الليمفوسايت أيضا تعمل مع المونوسايت، تقوم المونوسايت بتقديم الأنتيجين إلى الليمفوسايت. وهنا في حالة الإصابات المطولة طلاب هنا الالتهابات المطولة هنا تتدخل الليمفوسايت، وإن كان مثلا حتى في حالة الإصابات الفيروسية في حالة عند تنشيط خلايا الذاكرة مثلا، في حالة مثلا دخول أي بكتيريا في الجلد هنا يجب على الليمفوسايت بأن تتخصص، بأن تتكون الليمفوسايت متخصصة لهذه البكتيريا، يعني ما تشتغل على بكتيريا أخرى أن الحدث وأن أصيب الجسم ببكتيريا أخرى، تمام؟ فإن شاء الله أشرح تفصيلي بميكانيزم بشريحة أخرى صورة أوضح. هنا طلاب genesis of the white blood cell اللي هي منشأ خلايا الدم البيضاء، منشأ خلايا الدم البيضاء في البون، في العظام، طبعا عظام الفقر وعظام الذراع، يكون في شيء عظام الفقر هناك العظام الطويلة، تمام؟ نلاحظ هنا البون مرو، هنا نلاحظ نقي العظم في هذه المنطقة، هنا الخلية الستيم سيل الموجودة في البون مرو في اللون الماروني، تمام؟ هذه الخلية نفسها مكبرة، هي نفسها الستيم سيل، هي نفسها الخلايا الجذعية. فهنا تتنشط هذه الستيم سيل بمسارين، المسار الأول اسمها المايلويد سيل أو اللي بالمحاضرة طبعا مصدر آخر يقول المايلو بلاست، المايلو بلاست، فأنتوا ثبتوا على المحاضرة اللي هي مايلو بلاست طلاب، تمام؟ هذا مسار المايلو بلاست. ماذا ينتج هذا المسار؟ ينتج الريد بلاست سيل، ذكرناها احنا في المحاضرة الثانية، الريد بلاست سيل ينتج من مسار المايلو بلاست، تمام؟ وكذلك ينتج النيتروفيل والبيزوفيل والزينوفيل والمونوسايت، تمام؟ والخلية الضخمة اللي اسمها الماكرو أو ميجا كاريوسايت، اللي هي الخلية الضخمة اللي تنتج الصفيحات الدموية، البليتلت، الصفيحات الدموية. كيف تنتج هذه الخلية الضخمة؟ وهذه الخلية موجودة في البون مارو في نقي العظم. كيف تنتج البليتلت، الصفيحات الدموية؟ طبعا الطلاب احنا ذكرنا في المحاضرة الأولى إن بأن البليتلت هي ليست خلايا، هي عبارة عن قطع من خلية موجودة في البون مارو. فهنا يتم الغشاء السيل ممبرين تو السيل في هذه الخلية ميجا كاريوسايت، تتقطع
تتكون زوائد ثم تتقطع تتفصل منها قطع، فهذا القطع هي البلاتليت، هي الصيحات الدموية. طبعا لها دور في الكلوتينج في عملية التخثر، في حصول عند حصول أي جرح سنجري، عند حصول أي جرح في الجلد، في هذه القطع أو البلاتليت هي تتصدى وتوقف الجرح. وكذلك المسار الثاني اللي هو الليمفويد سيل أو خلايا اسمها الليمفويد سيل، والمسار أو مرات مصدر آخر أيضا يقول الليمفوبلاست، الخلية غير ناضجة اللمفاوية، الخلية غير ناضجة الميلونية أو الميلوبلاست. تمام، هذه الخلية أيضا تنتج البي سيلز عفوا البي ليمفوسايت والتي ليمفوسايت والنيتشرال كير سيل، خلية القاتلة الطبيعية. طبعا هذه الخلية طلاب تقوم بقتل خلايا الجسم المصاب بالفيروس، أي خلية مصابة بالفيروس من هي اللي تتصدى لقتل هذه الخلية وما فيها من فيروسات، هذه خلية نيتشرال كير سيل. تمام، وكذلك تتصدى لقتل الميوتوف سيلز اللي خلايا خلايا الورمية. تمام، نعم، عندكم سؤال طلاب في لحد الآن؟ نأخذ شريحة أخرى. فكشن أوف ليوكوسايتس اللي هي وظائف أو فسيولوجية ليوكوسايتس بصورة عامة، بصورة عامة هنا كل وظائف الخلية. إحنا طبعاً قبل شوية ذكرت كل خلية لها وظيفة سبيسيفيك معينة متخصصة لإداء وظيفتها بصورة مختلفة حسب نوع الباثولوجي، مثل قبل شوية ذكرت، أو حسب الحالة. تمام، طبعا النقطة الأولى هي تحطيم البكتيريا والفيروسات، من هي اللي تقوم بعملية بواسطة عملية الفاجوسايتوسيس، من هي اللي هي المونوسايت والنيتروفيل، نيتروفيل اللي هي خط الدفاع الأول والمونوسايت خط الدفاع الثاني. تمام، تقوم بعملية الفاجوسايتوسيس هي عملية البلعمة، تقوم بلعمة البكتيريا والفيروسات. تمام، النقطة الثانية تشارك أيضا في الباثولوجي ريكوجنيشن، تمييز الباثولوجي، هناك خلايا تميز الباثولوجي اللي أيضا ممكن نقول ماكروفاج تميز أول ما تجي، طبعا عندنا خطوات للقضاء على خطوات عمل الماكروفاج، أول ما تجي تميز، المفروض تميز الباثولوجين، عندها ريسبترات على السيل ممبرين تشوف ماكروفاج، هذه الريسبترات تلتصق بالريسبترات الموجودة بالباثولوجين، ومن ثم تعرف بين هذا الجسم باثولوجين، هذا مو جسم خلايا حية داخل الجسم، لا، عندما تكتبت بالباثولوجين تعرفت بين هذه هذا باثولوجين، فتقوم مباشرة بعملية الفاجوسايتوسيس، عملية البلعمة، تقوم بالتهام هذا الباثولوجين. تمام، طبعا انجيشن اوف بارتيكلز اللي هي هضم الجسيمات، تقوم كيف ما هي العملية هاي الالتهامية، هي هضم، تقوم بعملية الهضم بإفراز انزيمات، طبعا هضمة من اللايسوسوم الموجود داخل الماكروفاج. كذلك باثولوجين ديستركشن، تحطيم الباثولوجين، العملية اللي بعدها تأتي بعملية هي تحطيم، تحطم أو تكسر الباثولوجين إلى قطع صغيرة أو إلى أجزاء صغيرة. بعدها inflammation mediation اللي هي تنتج وسائط التهابية، لماذا تقوم الماكروفاج بعد ما تحطم الباثولوجين تعمل على إنتاج وسائط التهابية، لماذا؟ لكي تبدأ ألم بالخلية المناعية الأخرى على بأنه وجود بين هذا الموقع، أو أنا حصلت على باثولوجين، بين وجود باثولوجين
وتقوم الخلايا الأخرى اللي هي التي سيل البي سيل، خلايا الأخرى المناعية الحبيبية اللي هي الإيزوفيل والبيزل وهكذا وغيرها من بقية الخلايا، فتنبه بأنه وجود باثوجين حتى تقوم بالتجمع حول الانفكشن أو إنفلاميشن الإصابة أو الالتهاب، فبجميع يقوم بالقضاء على الباثوجين الموجود في تلك المنطقة المصابة. نعم. كذلك تقوم الماكروفاج بالانتجين بريزنتيشن، تقديم الانتجين، تقدم الانتجين الى خلايا اخرى تسمى التي سيل. تمام، هناك خلايا اخرى تقدمها الانتجين. لماذا؟ خب مباشره مجرد وسائط، هنا انتجت الوسائط الالتهابيه وتمت الخلايا الوايت بلود سيل وقامت بقتل الباثوجين وانتهى الموضوع. لماذا هنا تقدم الى التي سيل؟ هنا طبعا طريقه مطوله والفائده، خلينا ناخذ فقط الفائده من هذه المعلومه. الفائده انه حتى الجسم او البون مارو يكون خليه ذاكره اللي هي التي سيل، بانه يوم من الايام انصاب الجسم بهذه البكتيريا او هذا الفيروس حتى يكون مهيئ للاصابه الاخرى. الاصابه الاخرى عندما يصاب الجسم الانسان يكون مهيئ بانتاج مباشره بانتاج الخلايا التي سيل والماكروفاج بصوره سريعه، حتى ما تحصل يعني ما يصير اي تاخير في لايام لاسابيع لي معرفة نوع الفيروس وبالتالي القضاء عليه، أو معرفة نوع البكتيريا والقضاء عليه. يعني بصورة سريعة يتم القضاء على الممرض الباثوجين، وبالتالي طبعاً بدون ما أكو أنا حتى أكو بعض الفيروسات عندما تصيب الإنسان بدون ما يشعر الإنسان الجسم يقضي عليه كأنه يعني بدون أي شعور للإنسان أو الكائن الحي. تمام. النقطة الثالثة هو تكوين الأنتيجين، تكوين الأنتيبودي، تكوين أجسام مضادة. طبعا هناك خلايا اللي هي البي سيل تقوم، أو عفوا البي لنفوسايت تقوم بإنتاج الأنتيبودي اللي هي أجسام مضادة ترتبط بالأنتيجين ليتم التهامها من قبل الماكروفاج. تمام، يعني كل خلية لها دور مهم في الاستجابة المناعية، وكذلك الخلايا الليمفوسايت أيضا المتحسسة المتكونة بسبب بعد ما تقدم الأنتيجين إلى التي ليمفوسايت. هنا هذه التي ليمفوسايت تنتج تنتج انترليوكينات أخرى، تعطي إنذار للخلايا التي سيل الأخرى بأن وجود التهاب، وكذلك ترسل إشارة إلى البون مارو لإنتاج مزيد من التي سيل، وبالتالي يتم جميعا القضاء على الممرض. نعم، كذلك تخزين نسخه مثل ما نقول احنا نسخه من المعلومه، لان التي سيل معلومه سبيسيفيك، تكون هاي التي سيل سبيسيفيك تقتل البكتيريا معينه ولا ما تقدر تقتل بكتيريا اخرى، يعني اذا انصاب الجسم ببكتيريا اخرى. نعم. أجسام مضادة للبكتيريا، لأن الفيروس هو يدخل داخل الخلايا الطلاب، الفيروس ويصيب الخلايا، الخلايا الماكروفاج عفوا النيتشر كلير سير اللي ذكرتها قبل شوية اللي تتصدى بتلتهم الخلية المصابة بالفيروس. تمام. طبعا الخلية بي هي اللي بعد ما تتطور تنتج أجسام مضادة. طلاب دارسين مناعة،
ياسين مادة المناعة. نعم يا مرحلة أولى. نعم يعني طلاب عندكم معلومات. أوكي تمام، يعني طلاب عندكم إن شاء الله معلومات عن الدرس إن شاء الله، يعني سهل عليكم إن شاء الله عندكم معلومات كافية، مجرد تذكير. تمام هسه ناخذ طلاب هذه الميكانيزم اللي امامنا هنا، البلاد بزل هنا، الوعاء الدموي. هنا البلاد بزل، هنا الوعاء الدموي، وهنا الانجري، حدوث جرح في تشو، في النسيج، في الجلد. تمام، فهنا نشوف الاحداث اللي يصير عند حصول الجرح، وشنو اللي يصير بالنسبة للخلايا الالتهابية، الميكانيزم اللي تصبح في الجسم، كيف الخلايا تتصدى، وش الأحداث اللي تصير للقضاء على البكتيريا أو الجرثومة اللي دخلت في الجرح، وإصلاح، وبالتالي إصلاح الجرح. تمام؟ نعم، طبعا هنا مصدر الإنجري، حدث هنا إنجري، جرح في الجلد. طبعا احنا نعرف طلاب اذا ماخذين الميكروبيولوجي، البيولوجي، احنا نعرف انه وجود خلايا نورمال فلورا، خلايا طبيعيه تعيش على سطح الجلد اللي هي اسمها ستافيلوكوكوس اوريس. تمام، هذه الخليه موجوده على سطح اجسامنا بصوره طبيعيه، ما تسبب اي مرض، لكن في حال حدوث خدش او جرح انجري في الجلد، هنا هذه البكتيريا ستافيلوكوكوس اوريس سوف تكتسب خاصية انتهازية، تصبح هنا انتهازية، فتدخل الجرح وتبدأ بإنتاج فيروس فاكتور، عوامل ضراوة، قد تكون عنده اكسوتوكسين، وكذلك احتواء خلي الغشاء الاندوتوكسين اللي موجود على غشائها، على السيل ممبرين الموجود على غشاء البلازما للبكتيريا. فكل هذه الامور اللي هي الاكسوتوكسين والاندوتوكسين، كل هذه تسبب يعني تقوم بذني الوسائل البلاس فاكتور امام الضروره، تقوم بتحطيم خلايا جسم الانسان والتكاثر والانقسام والتكاثر، لكي لماذا؟ لكي تنتشر، لكي تنتشر الى البلاد فيزلز وتنتشر الى جميع انحاء الجسم. فهنا هذه بالنسبة للبكتيريا، هذا هدف البكتيريا عند الدخول، لكن هنا ما هو ردة فعل جسم الإنسان لكي يتصدى للفعل الضار للبكتيريا؟ هنا الخلايا اللي تحطمت بفعل البكتيريا مباشرة تنتج الكيموتاكسس، مباشرة تنتج اسمها جاذبات كيميائية، مواد كيميائية جاذبة تجذب الخلايا الوايلد بلاستير. تمام، فهذه المواد سوف تنتشر في النسيج، سوف تنتشر حول موقع الانجري، حول موقع الجرح او موقع الانفلاميشن، عفوا الانفكشن الاصابة. تمام، وبالتالي سوف تدخل البلاد فيزلز الوعاء الدموي، فعندما عند دخولها للوعاء الدموي هنا أول طبعاً سوف تنبه الخلايا النيتروفيل، إحنا قلنا النيتروفيل هي خط الدفاع الأول لأي أصابة بكتيرية، فسوف تتنبه وتدخل بين المسافات أو الفراغات اللي بين الخلايا الموجودة في جدار البلاد فيزلز بآلية أو بعملية التسلل الدايابيسيس، عملية تسلل، يعني سوف تتسلل وتدخل، طبعا تقوم بال شلون طواء نفسها مهم، تدخل في داخل، قادرة على هذا الفعل، فتدخل داخل الفراغات اللي بين الخلايا. تمام، مباشرة ثم تحوط المنطقة الأصابع،
تحوط منطقة الإصابة، أي تحوط الجرح وكذلك الخلايا البكتيرية أو الطفيلية الموجودة في هذه الإصابة اللي سببت هذه المنطقة، تمام؟ فتقوم بتبدأ طبعاً إحنا قلنا نسبتها كثيرة، ليش؟ لأنه خط الدفاع الأول تبدأ تقوم بعملية الفاجوسايتوسيس، عملية البلعمة الالتهامية، تمام؟ فطبعاً تستمر هذه الحالة لمدة يوم إلى 3 أيام. هاي دور النتروفيل. طبعاً في نفس الوقت هذه المادة المواد الكيميائية اللي هو كيموتاكسيس في نفس الوقت سوف تنبه البيزوفيل الموجودة، نسبتها طبعاً كلش قليلة موجودة في الدم، تنبهها بوجود هنا أكو إصابة. فماذا تعمل البيزوفيل؟ تعمل على إنتاج الهستامين في مصادر أخرى السيروتونين والهيبارين. المهم الهستامين تعمل على إنتاج الهستامين، تمام؟ هذا الهستامين يعمل على يعمل بالفازوديليشن، توسيع الوعاء الدموي، توسع الوعاء الدموي. ليش؟ حتى يستوعب أكثر عدد من الدم المحمل بالوايت بلس سيل، بأنواع الوايت بلس سيل، وبالتالي تتنبه هذه الخلايا وتدخل إلى داخل تنجذب بواسطة الكيموتاكسيس إلى موضع الإنفكشن، إلى موضع الإصابة. نعم، فهذه وظيفة البيزوفيل. طبعاً هناك خلية أخرى أيضاً اسمها الماس سيل، خلايا البدينة أيضاً تقوم بإنتاج الهستامين، أيضاً تساعد البيزوفيل في عملية الفازوديليشن إذا استحق. طبعاً تبدأ تنتج إذا من يستحق الأمر لأنه أصبحت إصابة عميقة وخطرة، يعني تبدأ بإنتاج مستمر. لكن في حالة هنا التهاب التهيج اللي سببته الفازوديليشن سببت هنا اسمها الأليرجيك ريأكشن، تفاعل الحساسية، هذا إذا سبب ضرر على الأنسجة المجاورة فهنا وجود خلية الإيزوفيل طبعاً سوف تتحسس وتبدأ بإنتاج الهستامينيز، إنزيم الهستامينيز. هذا الهستامينيز يقوم بتقليل فعل الهستامين، يعني بحيث ما يتجاوز إلى النسيج الأوعية الأخرى المجاورة، فيسبب تهيج في الجلد، تمام؟ نعم، هاي بالنسبة للإيزوفيل. طبعاً إذا كانت هنا إصابة إذا كانت الإصابة باراسايت، هنا اللي خط الدفاع الأول اللي هو الإيزوفيل، مثل ما ذكرنا قبل شوية إن الإيزوفيل هي تتنشط بصورة محددة بالإصابات الباراسايت، باراسايت إنفكشن، تمام؟ وكذلك لها دور في تقليل الالرجيك رياكشن، تفاعلات الحساسية. نعم، عندنا خلية أخرى اللي هي المونوسايت. إحنا ذكرنا قلنا طبعا ورا بعد يوم إلى 3 أيام تتكون طبعا هاي الكيموتاكسيس، أيضا سوف تنتشر في الوعاء وتجذب المونوسايت. المونوسايت من تأتي بأعداد جدا هائلة، تتكون بأعداد جدا هائلة، تقوم ببلعمة البكتيريا، واحدة من البكتيريا مثلا، وتقدمها إلى ماذا؟ إلى التيسيل. لذلك قبل شوية قلنا تقديم الأنتيجين، أنتيجين بريزنتيشن، تقديم الأنتيجين إلى التيسيل. فهذا التيسيل أيضا تقوم بإنتاج تيسيل أخرى، تذهب تنتج الإنتروليوكينات، وجود هناك وسائط متعددة. طبعا كل موضوع المناعة دارسيه، فتعرفون كل موجود كم هائل من الوسائط، كل خلية لها وسائط متعددة، تمام؟ فتنتج أنواع، أكو 1، أكو 2، أكو 6، أكو 12، أكو أنواع، كل وحدة تنتج وسائط خاصة بها، وتعطي الغرض من ذلك تعطي معلومة حصلت في الجسم. كل انتليوكين إلى معلومة أو انترفيرون أو جميع بالنسبة جميع الوسائط تعطي معلومة، مثلا وجود كذا بكتيريا، وجود كذا فيروس، وجود هكذا. المهم فالتي سيل تبدا بانتاج الليوكين، الانتروليوكين، فتنبه التي سيل الاخرى بانه
بين وجود اصابه بكتيريه مثلا، فيتجه الكل يتجه الى باتجاه الكيموتاكسيس. من يتجه الكيموتاكسيس بهذا الاتجاه، فتاتي الخلايا بهذا الاتجاه عن طريق الكيموتاكسيس، تمام. وكذلك بتنبيه تحفيز الستيم سيل على انتاج او الليف تشيو على انتاج تي سيل اخرى، وكذلك تكوين خلايا ذاكره، تكوين تي سيل في الذاكره، تخزن في الذاكره بانه الجسم اصيب بكذا بكتيريا، كذا سبيسيفيك كذا سبيشيز من البكتيريا، نعم، او التطيري او الفيروس وغيرها من الباثوجين الاخرى. هاي بالنسبه للطلاب الخلايا، انواع الخلايا، كل نوع من الخلايا ما هو ردة فعله وما هو وظيفته باتجاه اي اصابه حدثت باي نوع من الباثولوجي، قلنا ان كان فيروس، ان كان باراسايت، ان كان بكتيريا وغيرها من الاصابات الاخرى. بس لأدى أي سؤال استفسار طلاب كتبوا لي التعليقات عن هذا الموضوع. طلاب هذا الشرح كله موجود بالمحاضرة. احنا شنو درسنا؟ احنا درسنا فيستولوجي، فيستيولوجية الوايت بلاد سيل، فلازم تعرفون هذا الشرح طلاب، لان احنا درسنا وظائف الدم، فلازم ذكرت انا قبل في هذه المحاضرة او المحاضرة الثانية قلت بانه لازم نعرف خلايا الدم، وظائف جميع خلايا الدم، حتى نعرف وظيفة السيستم اللي هو سيستم البلاد شنو وظيفته بصورة عامة. احنا ذكرنا بالمحاضرة الأولى بأن وجود ثلاث وظائف للبلد، من ضمن هذه الوظائف هي البروتكشن، الحماية، فلازم لازم تعرفون كيف تتم الحماية، فتتم عن طريق هذه الخلايا، تعرفنا كل خلية وشنو دورها وشنو وظيفتها عند حدوث انجري أو انفكشن في جسم الإنسان. موجود طلاب بالمحاضرة، رجعوا المحاضرة وكل هذا موجود بالمحاضرة. نعم، بس نأخذ شريحة أخرى هنا. What difference between the infection and disease؟ أولاً infection، شنو الاختلاف بين infection والديزيز، المرض، الإصابة والمرض، اللي أدى جواب يكتب لي في التعليق. أحسنت، نعم، مؤمل عدنان، ممتاز. يقول زميلكم بأنه الانفكشن قد تكون إصابة بكتيرية، أحسنت، إصابة بكتيرية أو فيروسية، أهم شيء باثوجين، تمام، بينما الديزيز يكون باثوجين وغير باثوجين. شنو هو غير باثوجين؟ أعطوني مثال يكون غير باثوجين، غير إصابة. ممتاز، مرض السكري، أحسنت، نعم مريم، مرض السكري هنا يعني معناتها الديزيز يكون مصطلح عام يشمل الانفكشن، الاصابه واصابه بكتيريه او حدوث اي خلل في داخل جسم الانسان، كان يكون سكري، كان يكون ضغط، احسنتم، نعم، وغيرها من الاضرار اللي تسبب التي بي، ممتاز، هاي بسبب اصابه التوبركلوسيس، اصابه بكتيريا وتجلط الدم وهكذا بالنسبه لي. نعم، أحسنت.
ايش الفرق بين المونوسايت والماكروفاج؟ الاختلاف بين المونوسايت والماكروفاج. نعم، يعني هسه زميلكم مؤمل يقول المونوسايت في البلد والماكروفاج في النسيج، يعني هل هذه خلية وهذه خلية لو شنو يعني ما جاي ما الماكروفاج في التشيو في الأنسجة. أحسنت نعم فاضل. إذا متى تتطور؟ متى المونوسايت تتطور إلى ماكروفاج؟ طبعا هي المونوسايت موقعها في البلد في الدم، فتتطور فتنتقل إلى الأنسجة تتحول إلى ماكروفاج. متى دعم تتطور؟ متى يحصل development to المونوسايت؟ عندما تدخل إلى الأنسجة، متى تدخل إلى الأنسجة؟ نعم، متى تدخل إلى الأنسجة؟ نعم، عندما يحصل انجري. أحسنت، نعم ممتاز. عندما يحصل جرح في النسيج، فهنا تقوم، قبل شوي احنا شرحناها لكن بس انبهكم عليها لانه جدا مهم بين التميزون بين المونوسايت والماكروفاج. كذلك يا طلاب، وقت المحاضرة تنتهي. كذلك الباثوجين والانتيجين ان شاء الله نتناقش فيها بالدرس السابق، عفوا بالدرس اللاحق. خلوها طلاب واجب لأنه بحثوا عنها الفرق بين الباثولوجين والأنتيجين. تمام، مو هذا الأسبوع، الأسبوع اللي بعده. هذا الأسبوع إن شاء الله واجب المحاضرة الثانية، بينما الأسبوع اللي بعده يكون واجب المحاضرة الثالثة اللي هو الفرق بين الباثولوجين والأنتيجين. ودمتم في أمان الله، مع السلامة.